معكم كوكيز. يلا نبدأ. كوكيز حلا جدا لذيذ، لكن مو أي واحد يضبطه، إذا اتبعتوا طريقتي راح يضبط معكم إن شاء الله. المكونات: خليط الشوكولاتة ودموع هيرشي وبيضتين وزيت. نحط الخليط بالبادية والبيضتين نخلطهم، نخلط ونحط الزيت ونخلط. بس كذا راح يكون صعب عليكم، استخدموا يدكم احسن لكم، بس اهم شيء نظافة، والبسوا قفازات بعد. طب كذا شكله النهائي، دخلوا بالثلاجة مدة 5 دقايق بس عشان يتماسك. بعدين سووا القهوة، استفيدوا من وقتكم، طلعوا نضيف الهيرشي بعدين نخلطهم، نخلط الهيرشي ندهن الصينية، وإذا فيه ورق زبدة حطوه أحسن لكم. نكوره كور صغيرة وندخله فرن تقريبا 8 دقايق وبالعافية. جدا لذيذ، دليل عيد أختي، صراحة صدق مرة حلو. شكرا للمتابعة، أتمنى أفدتكم. الطباخة ميمي من منار المجد.